السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا في الفيديو جديد كما كتشوفوا معايا عندنا هنا واحد الطابلو غادي نديرو عليه واحد النظرة بسيطة. هاد الطابلو كنا درناه في واحد البريكول انا والاخ هشام. المهم كما شفتوا معايا كاينين هنايا لي سورتي ديال الطابلو من تدخل لي سورتي ديالك، كاينين لي فيزيبل ديال تو بول كات بول تيلي ريبتور، كاين الريباسيتور، وكاين ديجونكتور جينيرال اللي حاكمة على كل شيء بطبيعة الحال تري فازي. كما كتشوفو معايا هنا الكولور كيفاش دايرة الخدمة ديالها، وكما شفتو الروبير حتى هو، وها هما لي تيلي ريبتور دي ديجونكتور ديفيرونسيال حتى هما دو بول كات بول الروبير حتى هو. كنت بغيت ندير فيديو الخدمة من الاول حتى الاخر، ولكن الوقت ما ساعدناش لانه خدامين في واحد المصنع ديال السيارات، وكاين صداع بزاف حد الربعة ديال البانيلات ركبناهم في بلافون. بطبيعة الحال هاد البانيل هادو 60 على 60 يكونوا ابارون، تيركب فيهم واحد الكادر تيركبو الوسط ديالو، العبار ديالهم تيكون 60 على 60. هادو ابارون كاينين عشان الكاستري بالنسبة للتمن ديال هاد الابارون هادو تيديرو ما بين 170 حتى 200 درهم بالكادر ديالهم. بطبيعة الحال باش شفتو حنا دوزنا غير الكولور، هي اللي دوزنا فيها الكابل لأنه في ما فيني ما يمكنش تحفر باش تدوز.